الحضور ديالنا في هاد الوقفه التضامنيه مع قضايا الامه وعلى راسها قضيه فلسطين، لانه فلسطين مهدده كمسجد اقصى، كتراث، كعمران، كارض، كشعب، كهويه. ومن هذا المنطلق احنا في المغرب، الشعب المغربي تضامن قلبا وقالبا مع الأمة الإسلامية وعلى رأسها الشعب الفلسطيني المحاصر والذي اضطهد ولم يكتب في التاريخ أن هجر شعب بكامله من طرف عصابة الصهاينة. نحن كمغاربة لا نريد التطبيع مع هذا الكيان الغاصب، نريد مقاطعته، ونريد من الحاكمين في هذا البلد أن يقاطعوا كل ما يمس هذا التطبيع من قريب أو من بعيد، ولتكن لهم الجرأة في اتخاذ القرارات، لأنه باب المغاربة مهدد في أي لحظة بالهدم. وشكرا.